اندلعت مواجهات عنيفة الخميس الماضي بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن السودانية في عدة مدن من بينها العاصمة الخرطوم. المحتجون نزلوا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري واتجهوا إلى القصر الرئاسي مطالبين بحكم مدني. هذا وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. فيما قال التلفزيون السوداني إن ضابطا برتبة عميد لقي حتفه بعد طعنه من قبل متظاهرين في العاصمة الخرطوم. حديث أكثر مشاهدينا حول الملف السوداني، ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأصباط. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك عبر برنامج أخبار الأسبوع، يعطيك ألف عافية. أستاذ محمد، وفق هذه التطورات الأمنية الميدانية في السودان بعيدة هذا التعرقل السياسي، دعنا أقول في السودان خلال الأسابيع القليلة الماضية، هل اليوم الحكم هو الشارع أستاذ محمد باعتقادك؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي فضائية المملكة، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الظافرة بإذن الله للمفقودين. طبعا منذ يعني انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، ظل الشارع هو الذي يحدد مسارات الحركة السياسية والمشهد السياسي في السودان، وهو الذي يحدد للحكومة ما يجب عليه أن تفعله في كل أسبوع وفقا لجدول مظاهرات معلن يومين إلى 3 أيام في الأسبوع في سياق النضال السلمي المدني لانتزاع حقوق السودانيين في الحرية والسلام والعدالة. طيب، طب أستاذ محمد، في ظل هذه التداعيات الأمنية الموجودة الميدانية الآن حاليا في السودان، هنالك تحرك أممي تبعته خلال الأيام القليلة الماضية وفق مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، هل هنالك باعتقادك اليوم رغبة من قبل المعارضة وحتى من قبل المكون العسكري بالسودان بالتعاطي مع هذه الدعوة الأممية ومحاولة إيجاد، دعني أقول، صيغة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟ طبعا المبعوث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس البعثة الأممية فولكرز هو طرح عملية سياسية وليست مبادرة، وطبعا العملية السياسية كما هو معلوم يتم فيها الحوار بشكل غير مباشر والتقاء بالفرقاء وتجميع الأفكار وتلخيص الأفكار والبحث عن نقاط الخلاف ونقاط الاتفاق، وهي عملية بطيئة وغير منتجة. وخير دليل على ذلك دول الأمم المتحدة في ليبيا أو في سوريا وما نتج عنه. العسكريون طبعا التقطوا العملية ويتحدثون الآن في إعلامهم ووسائل الإعلام عن مبادرة وعن ترحيبهم بها وموافقتهم بها، لأنهم يبحثون عن غشة، شأنهم شأن أي غريق يتمسك بأي غشة حتى تخرجه من أو تنقذه من القرق، لأن العسكر قاموا بانقلابهم العسكري الذي عرقل المسار الديمقراطي في السودان وأوقف التعامل الدولي مع السودان ووقف الإنجازات التي حققتها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك سواء كان في المجال الاقتصادي أو في مجال العلاقات الدولية، وعلق وأدى إلى تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وأدى إلى تعليق مفاوضات السودان مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية المانحة للسودان، وتوقفت المنح والقروض والهبات التي كانت تذهب كان من المفترض ان تذهب الى السودان في نوفمبر وفي نوفمبر 2021 وفي يناير 2022، وبالتالي هم الان يبحثون عن مخرج امن من اي جهه ياتي هذا المخرج، تجدهم هم اول من يوافقون دون ان يفحصوا او 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 يعني يتدبروا امر صاحب المبادرة. طيب أستاذ محمد، أنت وصفت هذا الدور الأممي المقبل لحل الأزمة في السودان بالقشة، وأن البعض يتعلق فيها، ولكن ألا تعتقد أنها هذه القشة يستدعي الأمر وتطورات الميدانية حاليا في السودان أن يتعلق بها الغريق السوداني سواء المعارضة أو حتى المكون المدني أو حتى المكون العسكري؟
الأزمة عقدها المكون العسكري بانقلابه في 25 أكتوبر، لأنه يعني هدم آخر طوبة في جدار الثقة بين المدنيين والعسكريين في السودان. كما تعلم يا سيدي أن السودان الحديث نال استغلاله في 56، دولة منذ أن نالت استغلالها حتى الآن 63 سنة، حكمها العسكر ل 52 سنة، واندلعت ثورة ديسمبر المجيدة في ديسمبر 2018 للقطيعة مع الحكم العسكري، وكل الموجات الثورية في السودان منذ ذلك الوقت وحتى الانقلاب كانت تتحدث عن مدنية الدولة. وبالتالي الأزمة أكثر تعقيدا مما هو ظاهر. الأزمة هي أزمة ثقة بين كل القوى الثورية الحية في السودان وبين قيادة الجيش الحالي. المشكلة ليس بين السودان المدنيين والعسكريين والمدنيين والجيش في السودان، المشكلة بين قوى الثورة الحية والمواطن العادي والقيادة العسكرية الحالية التي هدمت كما ذكرت لك آخر طوبة في جدار الثقة بين المدنيين والعسكر. وبالتالي في ظل وجود هؤلاء القادة يصعب مجرد الحديث عن حوار. حتى الآن لجان المقاومة ترفع 3 لآت، لا حوار لا شراكة. طيب ولا أستاذ محمد، ولكن المكون العسكري، أنا أسف على مقاطعتك مرة ثانية، ولكن المكون العسكري وجوده أصبح أمر واقع في التركيبة السياسية بالإضافة إلى التركيبة العسكرية في السودان، أمر واقع، وبالتالي يجب التعاطي معه والتعلق بأي مبادرة قد تأتي سواء أمم متحدة أو حتى مبعوث أمريكي أو غير حتى مبعوث أوروبي في المستقبل القريب لوقف هدير الدم السوداني. صحيح، ولكن وفقا للوثيقة الدستورية التي وقع عليها المكون العسكري في أغسطس 2019 كان يجب على قائد الجيش أن يسلم رئاسة مجلس السيادة إلى شخصية مدنية وفقا للوثيقة الدستورية. وبالتالي بانقلابه العسكري أرسل رسالة سيئة جدا بأن العسكر لا يريدون شراكة إنما يريدون الانفراد بالسلطة. وبالتالي نتج عن هذا الغليان الذي تشاهده الآن في الشارع السوداني. الشارع السوداني لم يعد يثق في قائد الجيش ولم يعد يثق حتى في الكابينة التي تقود الجيش الآن. وبالتالي يصعب جدا تسويق أي مبادرة أو أي عملية على الشارع والقوى الثورية الحية. القوى الثورية الحية ترى أنه مهما تم الاتفاق مع قادة الجيش الحاليين هم عرفوا بالتمادي في نقض العهود والمواثيق، وبالتالي يصعب جدا التوافق معهم. ولذا نعم. هذه المبادرة لا أعتقد لها أن يكتب لها النجاح لهذا السبب. طيب أنا بدي أشكرك جزيل شكر الأستاذ محمد الأصباط، وأنت كاتب صحفي كنت معنا من باريس، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا.